60 سنة من العطاء السياسي والنضالي عبر التاريخ، إنه حزب الحركة الشعبية الذي يواصل تواجده داخل المشهد السياسي الحزبي المغربي، وذلك بإرساء قيم التضامن والديمقراطية والحرية. حزب الحركة الشعبية اليوم يجدد ولاية أمينه العام عبر التصويت العلني خلال فعالية المؤتمر الوطني 13 للحزب. كانوا منافسين، فالكل يعني حظي بالعدد الذي أعطاه المؤتمرات والمؤتمرين له، والحمد لله الآن نحن أمام العمل المستقبلي وكيف نطور آلية عملنا، كيف هذا الجهد الديمقراطي الذي عشناه خلال هذه اليومين كيف يمكن أن ينزل كذلك إلى الأجهزة الأخرى سواء كانت محلية أو كانت وطنية. بنسبة مشاركة فقط 78% وبعدد مشاركة وصلت إلى 1968 صوت داخل أجواء ملؤها الشفافية والديمقراطية وحرية اختيار القائد الجديد لحزب الحركة الشعبية لولاية تاسعة، يظفر محمد العنصر على أكبر عدد من الأصوات وصلت إلى 1554 صوت مقابل منافسه مصطفى سلالو الذي حاز فقط على 289 صوت. كانت لجنة ديال القوانين اللي اشتغلت حتى لواحد الوقت متأخر البارح في الليل، واللي جاتنا بواحد القانون اللي هو يبهج في الحقيقة، لأنه فيه مستجدات كبيرة اللي كتبين بأن الحزب خدا بزمام الأمور تنظيمات على الصعيد الوطني، عطى السلطة للسياسيين اللي كيمثلوه على صعيد الأقاليم. هذا المؤتمر ما قدش نختزله في الأمانة العامة، ولكن هناك مؤسسات موازية على مستوى الحزب سواء المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الهيئات الموازية، يجب أن تعطي أو تنتج شبابا وآليات حقيقية للتفاعل مع المواطنين. بعد هذه الخطوة الديمقراطية، الحركيون يجددون الثقة في الأمين العام محمد العنصر لقيادة حزب الحركة الشعبية بعد المصادقة والاتفاق على عدد من التقارير أبرزها القانون الداخلي للحزب وعدد من القوانين التنظيمية التي من شأنها تنظيم العمل السياسي لحزب الحركة الشعبية.